وصلوا على أصحاب حتى ما تكملش أنا جمعنا إذا ما يمكن إن وحاي لكنا اللي قلنا لنا لبديعي إن وقتها في السمرة إن حاجة عينات في السمرة التوبيد هل كان وحاكد ودي دورا شيخ عبد الرحمن محمد علي عبد الرحمن ديري إيو أستاذ رفاق أحمد موضوع عدودة وحيكوس عبسانتا هاي محا عدينية حقن مدى دين تبسلامك دودة وحيود عدونتا قاب وقت أخ والوقتي واللوضة دينا عدودة يا سي عدالة أخ أي وقت والوقوق يبين دورو وحنكون الشيني وإنسلاف قرني إن لوضة دينا مدولبو طبان دبيقو قادم دوران حدانا طبان دبيقو يكوشو بدونتو دينا عوال بابا كدبنا أفر مر ومن شمع ومدولبو قادم دورو دودر وحبلاد دورو شيخ عبد الرحمن محمد علي شيخ عبد الرحمن داري ما تمكن كسر دوارو حدانا وينو بمعنى دونتو شيخ عبد الرحمن ما كسر عن كرتاف حين تقام دلالة واحد شو حياه هذا الكا وحفلين أحمد يريه يقف قاضية وحا لما موضوع ويان دودين وموضوع عمر الحوية إن لشوه قرآن كوهيني يحيي هذا الكوهي إلهي موضوع عمر واكاس كامرك اللي قد بقى واحد لوتك إسلام كمية الدين توقوس أحسن هذا كل كده طبق كل سرعة اتفاق واسداس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين اللهم أعنا بعونك ووفقنا بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم أبلغ كرك إذا الله سبحانه وتعالى وكسو دجي سقو أسو دي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحنا من سنة هينو يهي هذا الكي إلهي وطبقه وحشكيا قانو كترين وحنو اللي يهي أدلو يتصيال عبعب يبراهين يو عبدالي مواوين وهذا الكعال لفتي يساكو سوغن سي عقل ينا وحاو يمركا أسوغن عقلي ينقلي لبضبا وحا أنكو سوغينا هذا الكعال لفتي يساكو سوغن القرآن كان يدقوا كتب أخرية وهي ينطر عرب أقحاحة عرب أيها الصافية وحبانوا له الجليم فصاحبا يافتها أني مدنا أمضيها إلون ولايين أي مرخاتو بعهين القرآن كان حكوي من فصاحه كسر ريسة سورة وطمما دونتي أي معارضة أما أي كانت جريسة أي كعادزين فصاحب القرآن كلي من أوليد أرنك اللبات القرآن كلين ويحي هذا الكي علينا تصنيه وحوية وأسلوبك ليابك بدن هربعيسة مقادع ديسة يا فوات بشيسة توقصدك يا مطالع ديسة يا هربعي ديسة القرآن ويحي حقي صوري حقي صدن بي من سبحانه وتعالى نبي الله يوسف عليه السلام يضم رب القرآن كالله كجس يعني سبحانه وتعالى كجور رمي مع ذلك ألفاظ كلا دون لكن معاني ذو أيش قوة يا هو تعيب إلى كعبة كان رجع افتها كهاي الجبياج عربيت سليم رقيس يا رجل لم يتكاها وحويان عبد الملك
ninkii oran jiray waxa weeyaan Hisham iyo ragal lamid ka aha een yaana waxa weeyaan kadalik Abi Najm ninkii oran jiray shaacir ka aha ee Jarir ragi carabi aftaanimadooda ay qirtay ama qaar kood ay leeyihiin gabayada carabi ay aad iyo aadka ugu tiqtiqsatay leedahay marka al mu'allaqatu sab'a hadaladoodii wax quraanka u dhaw iyo wax sida quraanku xul cabirayo u cabiri karo way noqon way midalan Imrul Qays qasiidadiisa macruufka ah markuu ka waramayay gabadhii uu jeclaa ilmaadeerka ay ahaayeen oo soo maray marka guriga ay ka guureen oo ku cabiray laba bayt qifa nabki min dhikra habib wa manzil ishaqd liwa bayna ad-dukhul fa hawmali istaaga buuri labadiisa saaxiib aynu oyno nagu xusuusanayna qof la jecel yahay guul waxay raadan culimada balaaqada iyo luqada carabeed aqoonta xeesha dheer la u leh gabaygan ama baytkan labada shadri iyo labada dhinac ka kooban qaybtii hore waxay kulmisatay macaan lafdi iyo suhuulo ama dhibi ay macna gudasho sahlan laakiin qaybtii dambe nafsa yaana ajaaibta ku sugan ama alfaada macaan ee ku sugan shadriga koowaad shadriga labaad waxa weeye kuma sugan iska dhaaf hadal kale oo badan iyo inuu meelo kale kaga hadlay iyo waxyaalahaas oo dhan marka laga yimaado bayt qura baa labadiisa shadri aanay isku marka quwad iyo isku awoodahay waada inuu kalena ma sheegay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa balaaqada ku jirta iyo habka uu u dhacayo nidaamka wanaagsan iyo usluubkiisu waa majaal iyo goob aan lagu soo aroorin karin wax qaliil ah ama dhaawac ah qofkii caqli nabad qaba oo saafi oo caafimaad qaba leh sidaa daraaddeed waa la qalday oo qalad baa lagu sheegay gabayo badan oo gabayaa badan oo mashhuur ka ah yacnaa carab agteeda ay lahaayeen haddii carabi ay og tahay in nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam uu u kaalmaystay qur-aankan qeybkii oo fasaaxada uu qeyrkii kasoo kasbaday waxa weeye iyaguna qeyrkood bay kaalmaysan lahaayeen waxyaalaha qur-aanku waxa weeyaan caqliga aynagu tusinay inuu hadalkii alle yahay waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala taxaddi iyo carin ayuu insigii jinkaba cariyay inay keenaan qur-aan la mid ah qur-aanka ama suurad la mid a suuradaha qur-aanka xagga fasaaxada iyo xagga balaagada intaba ilaahay wuxuu yidhi qul in jamacat al-insu waljinnu calaa an ya'tuu bimithli hada alqur'aan laa ya'tuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira xataraada hadday jinka iyo insigu isugu yimaadaan inay la yimaadaan qur-aankan oo kale ama ima kara xataa hadday isu hiiliyaan dhammaantood meelo badan buu alla markaa taxadiga ku sheegay am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin mithlihi muftariyaati wadcuu man istatactu min duni illah in kuntum saadiqiin wain kuntum fi raybi mima nazalna cala cabdina faatuu bisuurati min mithli wadcuu shuhadaakum min duni illah in kuntum saadiqiin waxay tusinaysaa arrinta noocaasi inuu yahay shay xagga alle ka yimid oo la hubo sugnaantiisa ninka doctorka Miller la yidhaahdo oo ahaa caalim ama nin aqoon u leh xisaabta iyo riyaadiyaadka baa wuxuu isku dayay maalmo ka mid a maalmihiisii soo maray kaanu islaamin ka hor wuxuu qasdiyay qur-aanka inuu ka helo qalado oo waxa weeyaan qur-aanka balbadhba barhkiisa kale inu isku garaaca sida dad badani maantaba ay waxa weeyaan isugu garaacaan fahamka ayaa hore u maray maanta dadka qaarkood haysa qur-aan lasoo dejiyey 14 qarni ka hor oo la dawinay oo la qoray markuu ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa kayimi rasuulku lasoo dejiyey sal lay slam rasuulku saxaabadiisa uu markaa amray inay qoraan qur-aan kusoo degay nebi jooga saxare ummad carbeed oo aan xadaarad iyo ilbaxnimo badan lahayn kusoo degay buu u qasdiyey inuu yacna waxa weye qaladkii hel dabadna wuxuu yidhi waxaan soo maray hadda alla wuli afala yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira
هذا القرآن كان يكيم الله عيدا الله هنا حق عيدا الله هنا هذا كاتم الله وعيدا الله هنا هذا البيسي وحال لها قرآن كان إسخلاف ربنا با قرآن كتفنا وحيد مركاني كان ميلا ليدا هذا الوي هي معنيه سواميسا وقوما وحيد وحد كم بذن مبادير علمي إلا يقانا وقت كان حاضر كم تشوفنا مبدأ الله يقانا إيجاد الأخطاء انقرض لحرق أو البحث عن الأخطاء أما ينقل الضبارة أو النظريات كي أرقتيها إيه وحيالها سمركا قلدات كل الضبارة سوى عد هذا الشيء يقولون صحيحي أما نصدقها وعلى حلوقة جيدو امتحانك هي باردة وعلى حلوقة قانو فرسفكيشن تست وحمركا الله ياب نقطي بوري قرآنكم مسلمين هي مسلمين قارن هين بمسلمين هي غير مسلمين لا بد أبوا وحروق بعض أيام لكن يتغلب كسر صاران القرآن الحديث إن يتغلب كسر صاران بوجود بعض أيام هذا الكاسي يتحدى سوى واحد لجهه لين أما أن أتي سأن أولين قف كسر أو واحد طرح وحويان واحد كسر أو قف كسر واحد طرح أن أتي سلجهه الكريم أتي سلجهه dadka dhageysanaya hadda iyo ku dhageysan doona ee Soomaaliyeed ee luqad deena fahmaya dhamaantood waan salaamayaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin inaad na dhageysataan doota dhageysataan kana faa'iideysataan waan rajaynaa inaad macluumaad dheeraad ah aad ka heli doontaan aad iyo aad u rajaynaa dhinaca kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo muxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Dheere oo أقبلي ضادان إنه نجلا قيب قاتنا وأنا مهد علينا يا شعب الرحمن وحنسي قوري هو مهد علينا يا إنه معناها لوجو مقضه إيجو مقضه قف معناها إن كسو جد بي ودادو حرق حرناين أنا يصير مقال كإنه ليهن آه إن أي سن لدودين أما أي سن مفهومها أما أي فضو دايستان أفكارها كسو هرشيدا أما أركتيدا كسو هرشيدا لكن كلي أي كيكا فطومان إن أي أركتيدا مفهومها الشيغان ويدادك اللو داقان ويدادان لباتة بدانا جيرتا داليرا دين تكتغي سي وحيالا نوعا سوكلا مركا إنو شعب الرحمن أرنتا نسوى وجهه ومهي بادو حالي قاشو ملدو ونتي فرحاد وينه نوتا يا لغا هذا بكسب حالي قلي وحاولي مارك هدفتي نما غوشه هدفتي نما انا ان غوليسنو شعب الرحمن نو غوليستو يانن وحدل ويران اني ما هنا هدفتي نو لكن ويران وحو وا ان لا دغيستو او لا فهمو وحا ماركت ما كتري كوتينتا حق لا اسك دغو دودينا لا دغيستو مخو على دغيستو تشكستو اس دغيستا او اس مقشه او دودا نمارك مشاء وحي كتسنيسا إني تقولش عافي ما تفتح قولش إس عبوريسا أو ديدين أي وضع هذا الشرع وحي كتسنيسا قولش إتلحدو إذا مارك مشوها أي مشوها بربر فرا بداني وكيما هذا وصخ بداني إتلحدو إذا أي تالو كليق التليل إيا مارك مشوها لكن ماذا إن أن أقولين أركتيدا كلي كاسو هرشيدا كتسنى يدنك كلي كالسوني فرا بداني نوسنهيمين مركا أد إيادا مغفرح سنعي وقتي بدل ما هيستو وحان ربا إنان قالو دودا هال أرينا ومهيب إيه يعني ربا أرتا إنان بيه شيئو أرتا أنيقا إنان شيء عبد الرحمن كلا دودا قرآن كإي إسلام كإنان كلا دودا وحان ديه كلا ودودا أمكو خصبانا هاي أسالكو ماها شيء عبد الرحمن نالا دودا أسالكو حاولي يقصك فكرة دا وطا إنان لدودا أسالكو حاولي إنان لدودا هدي أي سورة دلتا إلهي إنان لدودا ومثلا إلا واحد الكيسي وأركتيسي سينا لا شيء غير مركز وح أن دونا يو وح أن تشك السنة هاي يو وح أن فهم وعي وح أن دي دنا هاي السجع هذا الكيسكله قف إيه جواب هاي مركز منوها أما أحد إيه جواب هاي وحكوها بونت وح مركز قرار كميشي على قف كيسكله هذا وعي إلى هاي وحياه هاي إنه إيه جواب النبي محمد إنه إيه جواب أو
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا مركا أمة أيان هاي ودن أجست إنو نو يمادو نلامي قاشو وحكستا الله قادر على كل شيء ونحن نتحدث عن الشيطان كوا لا ما أنت وأنا لتشو بس أنا ما شو أنا ما كان صورت شرط ولا أي شرط حصل كاسمه ذا والوخة من ما أنت إنه الباب كستسو استاجو أو سؤالها تاعين ما رتو كجواب كرو أو أنا لو كفسهم اختلف العلماء إيوه العلماء اختلافتي مركا عبد الرحمن أركتي بوك وسنقر إنه دفاعه أنا واقف قصبناه لكن ما ركت محوها وكجد بيا ويا een sheekhu markuu dhawey inuu noo sheego islaamka saxadiisa horta wuxuu xujada koobaad ka dhigtay hadii ara khaldanayn bilaaqada quraanka ee dabcan markaas wuxuu ka wadaa quraanku inuu yahay markii hore ee xujada ee la dilishanaayo xaqnimada islaamka loo dilishanaayo markaas ayuu wuxuu soo qaatay qodob leh bilaaqada quraanku uu xambaarsan yahay hadii waxaan hadlaynaa marka sida cilmiga منطقة عقلك السليم كاهي قبان هذه مثلا قفقه هذلو أو بلاغه ونحسن وقه هذلو وهذا الكيس عيب يلو أيو موحى أي دليل أطهي إنه وحيهين دين إنه يهين معناها ولو لو فرضنا جدلا معنا حتى هذا كسو قادنو إن بلاغه أي نقطه وحى ماشي ألا وقراك بلاغه يقرح وهويهي معنى هذا موحى البلاغه لا بلاغضوا وحلا برضو بلاغضوا وحلا برضو بلاغضوا وحلا وفهم هذا الكبروح يسي ونابيسة هذا يسكد بريدون من الأمسان تاس مركا موحا لأن إلهي كليبا يسكد بريد كرا هدو ساس إلهي هاي وإيش لأي كرا وبشر كأي بني آدم كدو دي هاي إلي بلاغضوا هذا الكرام وإلا هذه كلاو وحي نغانيسا حجاء من نغانيسا قرآن كا مركا تاسرتوا من حيث المبدأ إنا كهضلو وأن معناه شيخة قلت المامو إن أيضاً تأسيس هاي حديث بل أنشوق إلى عليه ضد إذا بدنا وحكت على رئيس الشيخ وح وربنا نوش ونوس بيو إن ديدنا هاي سو معهن مركا وإن المركا إسلام إيش أسلفت كذا كجلا الشيخ بلاغة شكتي بلاغة وحيكون روح بدن تاعي بلاغة نعي تاعي وهذا القابن ومعناها أنا لفهم يو بليغ لأه وقف كسيتي على أجارية معه ها markaad hadasho hadal iiga baahda adiga ii yiri in qofku soo ag istaaga dabadeedna iyo sidii inaad dhagoola tahay ii turjumo ma aha balaagadu saas ma aha hadda tusaale yar rabaa inaan ku tuso balaagadu ma aha hadal tiro badan oo soo oo macna yar oo kooban muxuu ahaa in looga gudbi karo inaad ii sheegto yacni hadal tiro badan inaad igu tiraahdid adoo awoodi kara jumlo yar oo fudud inaad ii sheegto isla markaas balaagada dhaawac ay ku tahay inaad macluumaad ii soo gudbiso macluumaadkiina aan fahmi waayo waxa aan ka wado ayadoo ceeb adiga ay tahay tusaalean ku keenayaa dhegaysto aayaddan dhirirka badan oo 61 kaga jirta suuratu nuur oo weliba suuratun anzalnaaha wafaradnaaha waanzalnaa fiiha aayaatin bayinaatin suuradaas waxaa loo baahnaa inay noqoto suurad ku dhisan si aan caadi ahayn sida ay ku bilaabato laakiin gudaheeda fiiri waxaa ku jira waxay leedahay laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun walaa cala anfusikum an taakuluu min buyuutikum aw buyuuti aabaaikum aw buyuuti ummahaatikum aw buyuuti ikhwaanikum aw buyuuti akhwaatikum aw buyuuti acmaamikum aw buyuuti cammaatikum aw buyuuti akhwaalikum aw buyuuti khaalaatikum aw maa malakat ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون آيات داس قبل كبضان وحالو كافتو مكري وحير أو إنت أنك بيتسن بلا غدر واتقانا شكي إذا مجلو هنا تهي طف بلا غدر يقانا لكن مشكلة مفسرين تو أعانك هنا ترتقوا إن أي أكبا إلي يام قرآن كأفين أن نقضان أيونا أي بلا غدر كلا إي عقل كلا أبوران أن قرآن كدح موقن يعني وحاوليان وحي عانك هنا وحالو يقانو محوها انتزاع المعنى من لا معنى يعني وحن جرم أي معنى كسوصارا آيات داس ليس على الأعمى حرج حرج هنا سفة عن ليس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج سدح داس قفتين اللي يرقفنا وجيس قفنا وجرية هاي قفنا مارت وإن دولة إبصارا ملح لي حرج كي يقليس كي لقى هذي ذي شركة شيخه وحنا ملاينا ودي جوابي دونتا حرج كي يقليس كي لقى هذي وامحي
مركز أوحالين ولا على أنفسكم أذين كان حرج كلا لا يمكن قاعدة لو حرج كسوة محي أن تأكلوا من بيوتكم بلا معنى وإن كعنت قولي لا جراشينك وكعون كفتا أن تأكلوا من بيوتكم يعني شوف شوف شيء بديه أو أن أبعنين إن لغوش إن لقال هذا إذا لفتر كذا معناه وحيت هاي مستام وأحقف كمارك قال لهذا ليسيب مركز guriga raashinka waa kacuun kartaa guriga aabaha waa kacuun kartaa hooyada gurigeeda kacuun kartaa walaalaha gurigooda kacuun kartaa gabdhaha kula dhashay gurigooda kacuun kartaa waxa kacuun kartaa adeeryaasha gurigooda waxa kacuun kartaa eedayaasha gurigooda habaryarayaasha abtiyaasha furayaashooda meelii aad haysataan saaxiibadin xafidooda kacuun kartaa dib mar inaa wada jir ku cuntaan dib mar inaa kala ku cuntaan waa aayati ilaahay oo qayinaad ah leero laydin cadeynaya marka haddii aqli leedihiin oo aqli inaad yeelataan idin la gudbo marka quraanku horta aayadaas dhirirka badan waxay ku tusinaysaa macna darida jirta oo ah waxay ahayd warcaadi markaa jinka waa tacun kartaan ee guriyihiina iyo aad ka cunin kartaan in la iska yiraahdo laakiin in sidaan loo tiriyo waxay ku tusinaysaa xataa wax kala sii maqan oo raashinka cunin karto tusaale ahaan qof aan adeerka ahayn iyo tii ay eedada ay midna ahayn oo qaraabadaada iyo saaxiibkaaga ahayn ayaa ku martiqaadi kara ama meel kale raashinka cunin kartaa marka xitaa waxa weeye macna darida noocaasi waxay keentaa luqada way xalaysaa laakiin qodobka muhiimka waxa weeyaan waxay fahmi waayeen mufasiriintu waxaa laga waday meeshan waxaa loo soo geliyey dadkan jiran iyo xaaladooda kuwa waxay yidhaahdeen jihaadkii laga rafiyey markay fahmi waayeen meesha ugu horeysa ee tafsiirka ibnu kathiir iyo markaa fiiriso waxay ku leeyihiin jihaadkii ayaa laga rafiyey oo maadaama muxuu ahaa layidhi laysa cala nacma xarajun ceebta taallaa marka waxay tahay maxaa calaaqada raashinka in xaafadaha laga cunayo jihaad in laga rafciyo maxay tahay kuwo kale waxay yidhahdeen suurtagal maasaa kuma fasiri karne waa inaan yidhaahno waxaa laga rafciyo waxay tahay raashinka waa la cuni kartaa dadka noocaas raashinka waa laga cuni kartaa marka raashinka okay shaanku waa ku socon kartaa toban daqiiqo بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم لبن نقطة أي كل عدل كأنا أقول لبن يا أما لبن ريموت مدوا مدة عيد دار غير محل بقشي لا أما معناها بلاغة دا أو رزاق وسيق الدنو فهمسي ولي عيد بلاغة كشكتي هذا القابن أو معنى بدن ما جبت بلاغة دا وحلو بقشي لا قرآن كا قرآن كفصاحة دا ولي مد iyo sida u cabirayo arrimaha waa si ka sarreysa si makhluuq u cabiran dadkii makhluuqu ay aaminsanaayeen yacni waqtigii qur-aanku soo degay afsaxul carabinihim ilaalaan ilaa hadda ay aaminsan yihiin inay markaa aftahmin yihiin tacbiirka qur-aanko kale u cabiri karayo hadday cabiri karayaan qur-aanko kale keeni kar lahayn waxay taasi tusinaysaa carabi waxay uga wareegtay qur-aanka inay sidiisoo kale ugu cabirto inay nabiga la dagaalamaan inay eryaan inay go-doomiyaan in markaa waxay ogeyo waxay lamid a qur-aanka keliya balaaqadiisu uma aha caddayn uma aha qur-aanku waa mucjis qur-aanku waa mucjis qur-aanku waa mucjis icjaaska qur-aanka waxaa ka mid ah qur-aanku wuxuu ka waramay cilmi iyo arrimo qeyba oo maqan oo aan waqtigaa rasuulka makhluuq iyo bashar garanayay aanu jirin waxaa ka mid ah haddaan sayniska iyo waxa loo yaqaano culumka aan ugu soo noqdo oo qur-aankaan tusaale uga soo qaato waxaa u taqaano dadka saynisaanka u yaqaanaan the big bang oo ah alfijaar alcadiim yacnaa qarax weyn inuu arrada ka dhaxay oo ninka fysicska fysiyaaga ah ee fysicska waxa markaa aqoonta uleh ilaro falicon wuxuu yidhi waxa dhacay yacnaa waxa weeye qarax weyn ayaa dhacay yacnaa maaragtay qarxay oo ka dhacay waqtiga uu ogaadayna waa waqti aada iyo aada yacna waxa weye u dhow marka loo eego xilligii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in badan ka dambeysay qur-aanku wuxuu inooga sheegay inooga waramay oo markaa dhulkiiyo cirku way kala go-een kadib samadu waxay noqotay gaas ama yacni calaa hayad maada gaasiya gaas oo kale ama markaa qiiq oo kale ayaa ay noqotay xilliga arrinkaa la ogaaday waa 1988 wey waa maalin dhowey anigan hadlayaa jiray wax laga risaaq hadlaya ilaahay qur-aanka goor buu ku sheegay arrintan awalam yara aladiina kafaruu ana alsamaawaati waalarda kaanata ratqan fafataqnaahuma samada iyo arradu way isku dhegsanaayeen oo waanu kala fujinay bu ilahay in ay samadu qiiq ahayd allah baa sheegay uma istawaa ila alsamaai wa hiya dukhaan
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين كن يا فربقل أورت النظام يولي من ميارات بو إلهيك والرمي سبحانه وتعالى وحكو سأل بغشت ذاتك قال الوقات أمن في نسان فوقتي وحويا سينستيانو مركا بضن أي أريكا سبت المامي في اللي قال الوقات والخار وحكا بدا حيالان المعجزات كوسوا قادن كرو عدعين دوري قيلة وهي فلاسفة هي علماء يرب آمسنا المدر دير إن دولك سوري وتاقي دولك يرو تاقي هاي عقادنا آنسون أي وحويا أي آمسنا كل حب قول يا سقالكي أي نكي علمك يعني وحوي دولات قاد كل غنا معالمك المائي قها الأورنجري وحويا يوهانس كيلبر الأورنجري يوهانس كيبلر الأورنجري وحو شاقي نظام عصوب فلكية نظام عصوب أو يعني سيدة مارة تبوحة ويان السمادة يحكم يعني أمريكا أو شقية كوني اللي بقول يا سقالكي أيو أرنكا شيء قرآن كنو حكا ورمي على عيض دوين السعوطة أي وحل الأغاذي حلقة ومعلومة داسي أي صباح قرآن كنو حكا ورمي كوني أفر بقولو سندوات كور والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم إلهي سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في فلك يصبح وحي أغاذين وعي اكتشافين تكذب إن عن عيضه يمكا حدقوه أي مدو لبوه كوريه محور كيس أما يعني وحا ويقورت وريه وحا أي سلوك وحا كم ذاك إعجازك القرآن كالقيام كبضله القرآن بقصي والرمي بعلمك البشر كمانتك يعني وحيالات السنين وهذا الكيء الليح وإلها كون كان أبوري سماوات كأبوري الرضا أبوري حدقها أبوري علم جوالة قاري الليه هاي أسباق وحيالها اللي قو قاري الله إسكالي وقرآن كسودة جيد قلكو كون كان ينو في ضيو وحيو قادن كو سقال بقرشان إلا باتنكي ننكي فلكي قاها أمريكان قاها اللي ننشري إيه من هابل وحو شاقي إن وحويان قلكو مارتي وكالا دوركي أمو في ضيو وكون كاني وفي رأيه الحقيقة علمي وصدنا إنا إتحاي مرك الله يقدر طبيعة كون إلا إن قرآن كم بكل كنيا فربق الله صنكو والسماء بنيناها بأيد وإنا لم نسعه يا سمضى وحانو كل سنة أول وانا وحانا ما يانقو قارب الله لنا يوفي دنا قارب الله لنا يوفي دنا يا أيام كتاب تاريخ ذا المختصر للزمن ليرابه إنك على إمارة ستيفن هوكين وقرأتي وهو اكتشاف أما هو قادي إن فيديتان كا كون كونو في ذي اللغة هذا إن التحي علومته أما كعذار نبى فكر وين إيه اللي جاري قرن قلبتنا قرآن كنا ضرب كهلي كنا ضرب قلصنا ضرب كهلي تلسكوب مشرين قلب لغو إيجا وقت يوم مشرين تكل الله الله يوم يسورين كريم مع ذلك وحيد سياسة أن القرآن كلام الله عز وجل إنه القرآن بيعي كلام الله وحبذن بوتربذن وأبرتن دليل كنتن دليل كبرن وعلمك سينس كعبان أيانو كيلي كنا قرآنكو إنو حق يأحق يوح سوغن بيه هدينو نمانو علمك في سيسك هدينو نمانو علمك في سيسك وحلو بوغا علمك في سيسك وقتي قرد وحل لدي قمش لنو كرام لنا إن وحل لا أتم أما أيتم كهو يري إن وحكيري آلو ترين وحكيري إن آلو ترين أيتم وحكيري إن آلو ترين لكن ده هو حل أجادي إن أتمك لفتيسة لسيك على قيمك أو كلا بحكرة برتونو هي وحويان إلكترونو هي نيوترونو إلى هيبا قرآن كي نوجش يجيل درر درر نقطة عربية وأتم مركا أتمك وغير وحكير نتيلة وقاك نوجش كنا فر بقول صنعك سورة صباح هذا صدحات وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين درد وحكي لي وحكي بالله والشيء سبحانه وتعالى وهذا دليل على إعجاز القرآن قدر أقول لي ما أظنه وحوي ماركتي علمي جيولوجيكا أما الإحياء مارت مركز أقول لي ما أظنه واحد جرى كتابك مركز لترجمة إيسا الأرض الله يقامه أما ذا أرث غير هذا وكتاب كأبوين جيولوجيكا جامعة بدن وعالم كأه وحوي الله ويعتمد هذا الله يعتبرينه كتاب كأبوين جيولوجيكا علم الأرض مؤلف كيسو
وحيد فران نيك كاليرادو فران بارد وحيد نيك أصبح كل شقيني مارت وحويان مريكان كا مدلل بيت مصنع دولا وحكم نقضي مستشار عمل التلية أبونات يقول نقضي مدحويني وراء جيمي كارتر كتاب قصة وحكم عديي إن بورويين قاب أيوب سي قاب تيرر ونلكا يعني وحوي أبكين يقعد رقاقة وديري أيو كتاب قصة بتلمان نكا الدكتور كبرشاكي إلا أي قرآن قول يقول وجعلنا في الأرض الرواسية أن تميد به نلكا وحان كي لبورو أن تميد به أن تميد بهم شأن البورو كهولا نقاقين أي الله سبحانه وتعالى وحوي أن تلمان أدنو لما نعلم علم الأحياء وحا أما بيالاتيك وحيونا بقول نقانو علم قمرك هراؤ مري وحا الله قابي وحا الله يقانو سيتو بلازم ليرابو وما دا أساس يوكتر نواتد أما مارتي كتر جمعين وحيالها يعني وحا ويان نولي إن بقول كي بس ديت الأيهين بيو أي علمي كان عصر قاعد عصبي أشياء أفر يتبن قرني كهر إلا يحوري أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض والله خلق كل دابة من ماء بمجنة والله خلق كل دابة من ماء إلا هي وحكا استوى الرأي درتك وحكا كسمي يا وحكا كل شيء حي أفلا يؤمنون يا وحكا كسمي شيء كستاء النار وحيانا أنت المامي يا وحيانا كلاو فرضان إذا كيف مر لغاضو علم الأجنة أما دعس وحن تعلينا الله بلا قضب أليس عن حديث عن مباشر كريو كيف مور نيك اللي راو وآه مركا نوين علمي قد دعس كمركا آدي آد وتخصصي لو قوغا هذي وقت يبدو بوحو قوغا هذي يعني وحو إيه وإلا حطينو نوليا في اليوم بوحو قوغا هذي إن أبوكو أنا أقول لك adigu ma haysa xaqiiqo kaliya oo saynisku yaacna marka la eego martabadiisa u sareysa ee xaqiiqda marka la isla soo saynis maratiba dambu soo maxay al xaqiiqo oo isaanu tusugaan oo quraanku diiday ama quraanku hor imi ma haysa waa iga su'aal waqtigaas baa ku darsato waqtigaaga sheekada in la soo tibaan jacaylahay loo sheegay iyo xarajka laga qaadayo macnaha ana ilaahi subhanahu wa ta'ala oo dhan oo hadlay soo saas maahan oo dabadeedna hadalkiisii dhabanka iyo macnaha uu sameeyay uu san soo gaarin mufasiriintiina ay ku wareereen waxa ku soo haray arintan aad ku soo laabatay ee ka hadashay ee cilmiga sayniska iyo diinta islaamka tusaale qurux badan ayaa u tahay dadka muslimiinta ee mar walba isku daya inay quraanka kula qararaan aqoonyahanka iyo saynisyahanada reer galbeedka hadallo ama maquulaad
مرنا عن صح أهين سيرة هذه سو عليك سكر زيدان مرنا ما رح تمشوها مركلة خبنا الخلافة يعني مركلة دونا الخلافة يعني مثلا هذا ترى هذا ذكاء سوحيين أصل سينسك وح أي شيء يعني وقاضنا هنا قافك أي وشرحين وإن أمانة صعب أضلاط قافك أي وشرحين هذي بدنا وشرحين هذي ما رح تمشوها على إن كأرديس تفاصيلتي عادية ها سيد الطبري ابن كثير قرطبي وحي أي كير هذين عيداس ما أقولي كتير مالتي هنا العدو سببته أم حي سببته حي خلاف إسا علوم تعسر جاوا خلاف إسا تفسير كوداس تفسير كوداس وحوسكها تفسير مسكينة أو واحد ليس واحد يبعتاء على حين أو الطبري يقول لي هاي السماء سببها كانت رتقن رتقن حاله ولا مير لا تنطير كروب مثل بيجري ممكن يقولوا قاب ما أيسن صوت ميتشر صوت مثل ما أي معناه كيني شري والأرض أرضنا معها ترت قنيها كذلك صحيح وهم هاي كانت لا تنبت خمسة دليل شري تفسير كذا اسمنا عظيمانتي وكل حما هذه سوما بكون واحد رادين يسا نم كله هذا الكيسي وحد كله إلا بيسا وسكين بترى يسا عيد لفتر كذا نبي محمدين يكسود يقول سوما هن نبي محمد موحى وكتفسيره وحن هذا الوقف فسره يبيكم الوقف فسره انفجار العظيم يوقف سري نبي محمد يقول خضابي ويقول خضابي قريش أبي الله يقول خضابي أبي الله موحي قال وحده وحد قال لي سين بشري ساينسكا أو لم ير الذين كفروا كو قالوا ويميسن أركين كو قالوا ويما ما حد أحد بيع قلبه قلبه أنبياء للسوء يكون يأفر بغلو سنة كبعد هنا علوم تنصوص عران كوان آيادو يسوء يسيميا مركة ابن كثير نمو سنة قونين طواري نمو سنة قونين صحابة دي ماي سنة قونين نبي محمد كما فسرين قال ذي للها أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ردقا أيضا روحي أهين قال إسكداونا أو قال ذاسو آيادو كما هلينين مركة أبي جالي وحي يقانين أن السماوات والأرض كانتا ردقا بمعنى انفجار العظيم إلا قوضه ووحي سكري ووحي أن سعكري مركة مدك على حداد بسينس كل هذه الأرض هي السماء يا لي هذا يا سينس كم الأرض هي السماء مفصلة نتقاب كان أوش ليه يصير ويا خانة لوك ووحير جزير ووحير أديك القرآن كنا وحروا إنه ناقد يقول دكسي حياتي إنه ناقد يقول وكذا يقول لبس شيء وسكوب بيجن وسلعك إن عالم ككلا أردن يلوك أقنانها إن إسلعجيه ومعنى هذا أيضا إن سائس كده بوليان ربكن ففتقناهما سنسكو هاينو سكو دغنايينو هل مر ايا سدا او كلا فوجيناي marka qaabka tafsiirka loo xadaynayo in aad leedahay in dhulka ma taqaan waxa uu ka yahay isqada uu ka yahay dunida kale intuu ka yahay dhulku goorma ayaa la xalay goorma ayaa la ogaaday goorma ayuu maarka ka baxay ama ka faniinay inta kale hadaa tafsiirka in aad leedahay muxuu ama laga yaabo inay jiraan muxuu aha in wax cad oo quraanka ku sugan oo sayniska khilaafay aayad aad keentay laftirkeeda khilaafaysa oo ah ardadu kun muxuu aha 14 bilyan aa lagu sheegay cumriga ma garatay dhulka cumrigiisa waa 4 milyan iyo wax saas oo kala ah marka waxaad rabtaa inaad tiraahdid ilaa maalintii infijaarul cadiim dhacay ayay kaanta radqano hal mar ay bug kala dhaheen marka waxaas waxaan ma waxaad sameeyaysid tamaddud kalaftirkiisa iyo waxaan aad sheegaysid mufasiriintu waxay ku fasireen waa maxay maxay ku fasireen wa inna la musiu abuurkeeda balaarinay dhig jireen cirka marka la fiiriyo waxa weyn dhulka indhahooda wax ku cabiri jireen wa inna la musiuun oo macnaha maalin wax qaafka sayniska wuxuu sharaxay miyuu sharaxay maya marka laba khayaar mid dooro imma inaad ka tagtid quraanka iyo fasiraadiisa taqliidiga ah iyo diinta islaamka sidii aan ku naqaanay wa imma inaad qaadatid aragti cusub oo gaalada ku raacaysid oo dabadeedna aad sayniska ku sugan oo waxaan ka wada quraanka ku sugan oo sayniska khilaafsan marka laga hadlayo mas'alada naftirkeeda dhulka iyo cirka laga hadlayo fi suuratul fusilat marka fiiriso waxay leedahay waxaan ku abuurnay dhulka yowmayn laba maalmood aan ku abuurnay afar maalmoodna waan ku camirnay
في أربعة أيام سواء ليح صومهن لبا دبدينا صمدي عن صوم سمينا فقبلهن سبع سنوات في يومين لبا ما لنا حقوس سمينا أنت كله طبعا عيد داسنا محاكم وقتا عقليه واجي هراء أهلك وين سمد إمارة محوها سب حيلنا عاصف على كذا داسنا مركا سدات مالمول شريزة أنت تناقض إيه مشاكل أو عيد داس حبارسين حتى وحكوا كمذا سدات مالمول شريزة عيد كنا حيلنا ليح مالمول شريزة لكن سكس طبعا وحير ربط إني كنت استعيده إن مارك تمشوها أهلك لا أبوري دبدينا مارك تمشوها سمد العبور عيد كنا كنت صورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها واسخلاف القرآن أبناء إله يقيم حد دارنا فقضى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سمد عبد البيصة سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها سك استوى السؤال أما واحد إسلاك ومعادلة أيوه وإنه قصص على قرآنك سينس كنا وخلاف سنة سينس كنا حكروا خلاف سنة قرح السيدة هذا في سيريس وآهين قرح الأيسواء أرد إيشا نسيء عن موقال كيوري الهيستي إيه قرح الحكا عن قصوى بحدي كوركين يكون معلو محاولي مران كاس إنكم نوعية أدون كيلة كلا تبتغي أو معرفت محاها قرح دي العركي إني سنبعي إنه هذا قرح دي سنبعي إنه مقرتي مركا قرح دينا مدعو محاها ملكنا موقال أو إذين ليها إذين ملها مركا قرح دي أدين كنا وحاولي سيدي حديثك صحيح حاكسوا أبي در إنه ورنا أنا رجوين أيو يعني آيدنا إلها والأرض محاها تجري المستقر محاها والشمس تجري المستقر مركا مستقر كاف هذا نوع حتر هذا المستنقع يلا تفنتي بيكو يا لان مركز كشي كيني سين من كذا القرنين يا ماشا سيكون عدات يعني ماشا سيكون عدات مركز من وحي وصوص عطا قد كاسي إذن كنون عدات قرحه ويرقى كسوة بحيوان مخرب القلق كتير هذا قاسم ما تبشرك أنا رح نخرب القرآن كان هو خلافية سينس كان خلافية تاسو حد يلس علم جال إلى آدي لكن مركز لنك كالغا فيريو دود ديني أصل كأهي إيه قرآن كو كلام كي ألي أنا ومكا أهي وكلام كي ألي وحو فيها قرآن كو وكاغب وانكا سويا ومحاي قرآن كو كلام كي ألي قرآن كحقيقة وكفة ليو معجسة ده الكيري كريم أيان كادوني يا مدك ألي وحاد ربطا قف ومارك تمحوها مرايكن كتوغا أما يوروب كتوغا وبحث السميه يكون إلهين أوحيون نتكلم أوحيون وحي أو سميه إيا ملكي أو قرأي إيا سيدا ملك أسعد إيا وحان إنا تكدكتد معجيس إنا تكدكتد ما دي كرتا ننكاس معجيس وصاري ما دي كرتا وإيا إلهين أو موحيون عيد وحوشي أكتنا مالك عن كل إيا بلايين سنة كو وحي دنيا كبع عقاب في عالم قصة ما يسمى أيو كفكري أو سين اسمي قواعد هو يسوق صاري ولكن ننكاس نوحا ذي كرتا إلهي بابسو حليلي ونبي محمد عمل ولو حيو دوامي وشخصي بحث سنة بحث يسوق صاري هذه قواعد سأمون أديك سنة إذا بحث قول دعي أبقى مرحليني وحنا وقرآن كوه حسي شيء يجوا هاد وقادم وقرآن كوه معجزة يا عربي ما أقول عربي ما أقول حلو سود دقي يا حق أيضا وكور رمي لما ويلين كريم ما أنت أقر نيجي كوبلة تلو كتير أيها الحيلة تاركوا دكان خل ما تين هل قف وسين سيهنا وأنتوا علم جاريد علم دا قرآن كوه شيء أما قرآن كا أيها لو كسر بيع كسر توا حيات هذا وعادلة هاي مركز وحشيء كسر نقل بالله كنا مرجع بالعليا تاريخ ولا شيء هذا والله اسمه هذان كسر نقلوا مفسرين تكما يفسرين طبري أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا وتقناهما أرض واحد كشيء يسوع المضى وحسقنا نقول وعنقوها يا طبري سقاله كانت رتقا ففتقناهما يقول الله فسدعناهما وفرجناهما
وانو كلا فتشنو وانو كلا إريني وانو كلا فتشنو وانو كلا إريني. فقال ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السماوات والأرض بالرتق وكيف كان الرتق وبأي معنى فتق. فقال بعضهم عنا بذلك أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين وهي عيقاز كلكسا ففصل الله بينهما بالهواء وارتقوا لما روحا كسوا وريني سيسكه بي كاسوا وكلمة قلبا وحا شيطان وحكمة جنان وانا عيقف بي روحا انشرين مطلوصة شعب كاسوا قلبا قبصوا. هذا الكا آيات إلهي أتكوع يا بيسات لي هذا البضان أو المعنيس اللي فهمين بوي لهي الشيخ سبحانه وتعالى سورة النور بقى العلم يكون فاسترين النقو وحي كتحدو جيرين أما يدب سنجرين دادك عقاهلا أما يندهالا انت سوك عيام بيقريها أبي يرشود ولا لدو كين جيرين وي كتحدو جيرين الله وحول شيخي إن كوا يكوا كلابا قريها أبي يرشود يكوا دا يكوا أبي يرشود إنا وحكعنا يقوا دا تشوك يقوا مرمرين عدب قسمين وحكول النبي قو شيخي مالك آبه يعني آبه قريقي الميس إنو مالك سيستقبلي أنت ومالك لأبيك تفاصيل بضم بي علماء كيرا دي ووحا شوف السعان حبالي كواف سنين مركا تستنوى هذا البلاغ مركا دوري سووحا لكينا وح معنيه سيئان لفهمين بالكينا ولا لا وحاني بلاغ دوا قعب لكن هذا الدار بو الله كان هذا الكدر الله هو كان حكمة حكمة بو كان أقسام بلان أودد كله ينبو إلى هاي شيء وقالدو أي كتحرور جرين وآن مركا وحوية أي دبسن جرين صورتان بو بشاو أي دبسن جرين قبل الإسلام يا وشيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام يجيب سنشرين إلى أي وشيء وحالة دورة هذين قطوطة تمنو تسمك أوتا وحيالي أنا كقصة أورية القرآن ما بينه حق على كيم وإلى أي بقى أرضا يسماوات كان أبوي أفر مليون كور بوشري وحنو شري واحد اللون كتب شري هل مرجع نوماتي أمدي عشق وحا الله يقنا والبعض وحي كيدا ذا كيف مور يرقي لا ضرف عشق وانينك يقير تيك دالا إنو يهينك هدينك بدوه مسكحة بدل سيقي إنك وحويان تايلانديك ها مارك تيك مركي دمبقه إسلامي لورينك مركا تورنت لورينك تايمعاد التورنت مركا كان الله وحكي لكي تريو خبرات مركا علمي عجينة كتخصيها حجفر بدل مركا كيف مراك للدولي سادة يوتيوب لكشو وهيلي كرتا إلا لو يجيما مسلم باتي هذا بركو قرآنك آيات الله بركيه ده يصور ده ينتي قصة عرده وشي هل يجيما مسلم باتي وعلى قشك يعني على أنت مسلم بكو قري هذا الفربانة الصومالي ومبعي وحن في الوقت يجي لبضي خيار سن وحيا لها قرآنك أكيد يجيما هذا كشو بشي وحيالها قرآن أكيد إنه هذا الكي ألي هاي دارين كالله يقانون مقل يدارين كالله بصر كالله دارين مياشا كميرا هو حي أغادين تدكى علومتا مركز ليلة سيكوشة قاليه إن دارين مها مقلكو المهير وقصو بناضو إنه لوقا مقلي كالله أفلاتنا سبيل مركو جوب دابتنا سيدين يلا باتنا سبيل كدب بصر كيارا قوهل إلى القرآن كي سمر البصر وحي بصر كسمعه الرسية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعل له سميعا بصيرا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون آيات تصب من الله يقول شيء حاصل مقل بس ماذا وحى الله يقانا أما إن قفك لك قالوا صور لك قالوا وما تبوليس وحكو باران ومخاطير لك قالوا إلهي با شيء إن بنانا يعني حبناها ضدك إلهي نصمي وآني من نمي تكلم بهاي وحقيقة هذا المغلاسيف يعني وحال ديدنا هاي هرتش عبد الرحمن وميل باغ رفتا إلاد آدو وحال رفتا شيكا مراوغة أما لولا تسرى ومسلمين تقان أي كويهين إنا تكون مشقوشة وانا مشقوشة دودة رسمية أما سلب الموضوع سلب الموضوع وحيتهاي
دينت إسلامك حقيقة هي علاقة إلهة إلهي هي رسالة النبي محمد وحقت كسبيسي هذا رتامركا هنا وح وحاس من كع عرفت نين أيا وحو يري نين أيا وحو يري نين أيا وحو يري أو هذه لفظ الكاو كتابة أشيلني بوك مشيغيسي صفحة مشيغيسي جس مشيغيسي ماش وحنا في علاج مشيغيس كل يوم حل هذا هبل با وحو يري هبل با وحو يري مك أنا هاي ومشغولين هنا وحن كاربا وحاس أشيغيسي أو بلي ماذا ساينس كشيغين دين تعلم ماش كي تعلق هل ميلة تؤدي أنا سماوات ورد كانت عرب قناتي يعني يدين وكابريي ساينس كديدن إن للكو يا واحد تيجيس قرحة أي أبقى قد فس قرحة أي عادك كبح شرمودل قرحة كاف قد فس سرتي أي ساينس كي علوم تعلم القرآن كان مركي وسودي دكتي وكسود لكن هذا هو المكان الذي يجعل 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 هذا هو المكان الذي هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الذي يجعل هذا هو المكان 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 الذي يجعل dulk ila aad nooga keentay ila biya ah oo buuraleydan aan deganahay oo maskan aad naga saartid kuma rumaynayno dhamaadka su'aalihii ay waydiyeen iyo mucjisooyinkii ay warsadeen nabi maxamed waxa uu uga jawaabay dhageyso ee khald sida ay u tahay rabay inaan ku sheego ee muxuu aha wuxuu yiri oo ku gaban gabeeyo subxaana rabbii halkuntu illa bashara rasuulan aniga waxaan ahay qof bani aadana ilaahay baan nastahan quraanku waxa uu noo sheegayaa النبي موسى إنه معجزتين أولي من قوم كيسي ومن بينها وحا كمدة إنه إثنى عشرة يعني لبئي طبعا إلوت إنه النبي كمدة أرشد إلهي أيها نبي كمدة أبيه إلى أيها سبحان ربي أكوت إلى بشر رسول الله ومي مركع يعني وحاد لما يسا النبي محمد وفروا أيها في جديد وحو يري مارة محوها وعدي إنه سوح معجزة وذن هذه هذا حاضر إن جسوين كن يعفر بقول السنة أسنى حتى لصوفي يسمون وحولي هاي محوها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وحم جسوين أولنا ملك ويكون هراب بين يساس تريد فرحان كخاضني سوما قراتي عربي وحي كوي لاغين أحقاق دي هاي دي واحد ونان أساطير الأولين وكوي لاغين وأساطير الأولين هذا التوصن معها هذا الاسكد بردن معها ويكون دي دي لولن كي تري يا عرب توحي اي قانين يا قبيدي يا ترتنكي يا وحي اديق اعتقاني وهذا مره كهدي سينا نبي محمد قيب كمان نقن او ما رت وما علمناه الشعر عليه مقتاي قبي انا ما نام برين ايغونا وحي قانين مجال كاس اي قانين او كو ترتمي جيرين وحا اولي ميدنا وح لا فهم وايي او اي سجعل كان كو مغعابين اي اهد وحان كان دونيا اني او خاادين حو قررن اشخاص كلي قران كديب او لاده والمرسلات عرفا والصافات صفا والناشرات نشرا والعاديات ضبحا والسماء والطارق وحاس منو فسير كرتا حميم عين سين قاف منو شيء كرتا هدو قرآنك بلاغة حمبارسيه معلومات سواء اللي يقانا مفسرين تقيو قرآنك بوحي ولليه نوسكوا تقسيه قرآنك قيب أهل أقولني كجرسو متشابهة هي قيب محكمة آيات بينات هي آيات قف كران كرا من ليسين جديد وحاس منك جوابي كرتا من لو شيء كرتا سيد إلهي وكلية والعاديات ضرحا ووحو كود الآن لأقونين من لو شيء كرتا سيد إلهي وكلية والطور وكتاب المصدور ووح لقود الآن لأقونين من لو شيء كرتا والمرسلات عرفا وح لقوده من لو شيء كرتا والصافات صفا وح لقوده من لو شيء كرتا حاميم ألف لاميم نون قاف وح لقوده من لو شيء كرتا إذا قرآنك هدول بلاغة حبارسية وداد الدود الصحبة هادين هبل با وحو يري او معنانا محوها فارق يعني ان شغل اسكولاي صارت كان سنيسا حقت ماشا تعالنا ميس قاعد قاعد ابو بوباي قاعد ابو بوباي ايش قاعد قاعد ابو بوباي طبعا ايش فكرك يا دكتور واك بحي خدا هذه مغلي هاي مقل ان كاغا شيخ عبد الرحمن شن دقيقه يا زلمه واي بسم الله أرضا واحد وكم أغلى سبعة تسعة
وحن كلي أن ترابعين أن فهمشيو رزاق وحوية سينس كوحن نصف قادنا ما هنا القرآن كأن لنا أي قرآن كسينس كوافقين سينس كسايا قرآن كوافقين قرآن كوحسي شيء هو سينس كمان تهو قادي وحيقو يهذا الكعال سيدي سوق السوقية ووح أباهم تشكيك معها لكن أذيك أوحى الآن من سنة سينس يعقل بلت عقلي قبل هذا قرآن كمان تكاري إن القرآن كقهر سي شيء وحاسين إيمان يعني أي أو حوي وأن كوسه ما طلب عليه تذكر وحقرية سي جسلا يحبوك عن نمطها دع دون شيء بتشو وحاي وحاسين إيمان ضوا ولبكون وصنادو تبكون شخص تكون وصنادو كذي تقولي أما شيء بتشو يقول أبو حسان دي بارتها مصري لكن القرآن كقول شيء وحاي إيمان ضوا قيام الساعة وحاي إيمان ضوا تاس وتس واتكلم سؤال شيء عن كويدية كم تشوفه ما تكينين هل حقيقة أو سينس oo rasmi ah oo isku waafaqsan yahay oo culimada sayniska oo waxan tahay oo qoran kale ee ma tiin maanta oo casriga sayniska xaraana waxa ka dhigatay xujo aqliga saynis baan ku doodin ee quraanka markaa inuu majisay yahay ee ayaan markaa ku sheegaya ee ta kale ayadkan aad leedahay ma noo sheegi kartaa tafsiirkeeda kan ma noo sheegi kartaa tafsiirka kullu tafasiirta ku sugan tahay kuma doodan inagu aayadan fasir waxaan ku doodinaa quraanku hadalkii aan lama yahay mise ma aha bar ku doodin تفسير القرآن وهي طبيعي. مركز هذه لقاءة القرآن كألين بهاي هذا الكألين بهاي. وكلام الله وهاي بقول فصير دهنا وحكمت كذا لكن القرآن هو كلام الله بين كده غنينا سمعك. وحكم قصري. إن كبر سديت قدر عقلية. وهاي قرا كوبي الله بعثهم قدر إن كبر وهاي قرا عقل. أجو اختياري سامحني. هل عقل ما أتكلم له هل عقل ما أتكلم. القرآن كيوم هذا الكلام الله يبرنا. هل عقلي هل سينس ما تكين أو شيء جاي القرآن كوني هاي أنا ما حضرت الله هاي والله بقرب صدق كذا قرب قصد حال وحتى لما شيء جن مراجع أنا وحنا كل شيء جاي حل جيل أوجادي يعدي أوجادي جيل كتابه كقرأ صفحة ده يوم حكوا الله نقل يمد السن هذا جم ما شيء جن كتاب كري والله قرأه حقيقة سينس أو القرآن كوني هاي وحقيقة شرطة أم الموسى وحدت حال ما شيء وحن كوك يعني التفسير كطبري أتركم مفسرين ففتقناهما تفسير جبوبي ويان علماء سيجوا عن ميكروسكوبي وحدنا يعلم حلوقاتنا نعي أيه إله سبحانه وتعالى هذا الكيس يفسر السبب الأدوني جل وعلا ويت القرآن مرك الله فسره كوك قرآن بقرآن مفسره مرك الله بالحديث بال الله مفسره طلابه مرتبة صدحه وحلا مفسره كلام الصحابة تفسير الصحابة وأي واحد يجي تاجنا منه صدقي مرك أفراح اللغة العرب اللغة العربية أما اللغة العربية بالغة على كل حال القرآن كينو هذا الكي اللي هي حقائق ذا علمي جاه يدبدا أو قاليه كو إسلامين أيا وحوية كينس وحكم إذا حقائق علمي جاه إما أنت بلا آدم كي يبشر كوي جانين هذا هو عمارة ليه بعقل وذي لا أدرس كتو وحويا دريمها الله يراه تابشدا أما دعنا تشرك قيبتا خانون كدريمتا إما كوحويا danqata ama danqashada dareenta inay tahay jirka qaybsan jirku waa la kabyo dakabka u sareeya inuu yahay waxa gaaray xaqiiqada ninka Thailandiga ee la yiraahdo Tagat ayaa la yiraahdo ninka sa xaqiiqadaas waxa uu tilmaamay ama helay oo abxaas iyo baaritaan u sameeyay ayaa uu helay barfseerkaasi مركو علم جاهل وح الله تلمامي إن آيات القرآن وإلهي وكل شيء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كيف بيني وحويان وحنو قلين دونا نار مركز توشير كودو بسلادنا شرك لا نقول بدري دونا إلا لو قول بدري العدي ليذوق العذاب سعذاب كورد دمية دن قشرة يدرين كين قيب تصر الله لا يبو الله شيء علم قال الله هو علم الطب يعني وحويان مارك طي أن علم قصينسك أي وحويان كمرحلة آخر كم مركي أورا waxaa loo haystay ama seenisaynintu ay u haysteen iyadoo ay ka shaqeeyeen marka maqaar in maskaxdu uun ay dareento xanuunka laakiin ka ayaa arintaas ka markii aayada quraanka uu akhriyay
اوكي ان ارتا ان مخوها شيخ وحكو علينيا شيخ عبد الرحمن وحكو علينيا حقيقوين سيني ساجر حقيقوين سيني ساجر وحنا ما ادكينو كلاي هي مركا ما قانو ما مقلايو ميا مع مركا ان كلاي هي قرانك وها اولي قرخد واي سقطا وين دحدا حقيقه علميه ميا سو علميه كما سو هرجيدو مركا ليداي دوكا اي عيركا لا كلا فوجيي waa sax waa sida ay ku fasireen culimada qaarkood oo tabarin u soo aroorinayo waa run isla tabari laftirkiisa ku qoran tahay mufasiriinta qaarkood hadaladooda ee ah dhulku in maareeyo muxuu ahaa uusan soo dhalinin cirkuna roob soo digin oo ma in kii kartid tirka tabari waa haysa oo ha iga dhigin tabari inaan been ka sheegay ee way ku qoran tahay marka isku qiyaaska ah cirka iyo dhulku waa wax sidoo isku dhagan oo qaabka noocaas ah tafsiirka ah ma xaqiiqo cilmiye ma bal way ka soo horjeedaa een xaqiiqo cilmiye ka soo horjeedo waxa kamida quraanku inuu maareeyo muxuu ahaa oo markaska dhulka inuu u yaqaano meesha adduunka dhan laga maamulo sidaas daraadeed kor inuu u eego meesha kor inuu u eego samada iyo dhulka uu xilay min gheyri amadin tarawnaha tir la'aan moojeedaan تير الآن علم ساينس السماء ويمسك السماء على الأرض أن تقع يعني إلى هاي وش كل جيّة أو علنا يا صمدي سئس لونك وقول عين مو جديد أو قاب كتقليد جا مارت مثلا إنجيل علمي عقل منا وافق سنة حبيت شو كان أحد جامد إيو إيو حيا لا كرك إنه جو تاينو صار عنو إنه بس هذا كان تاس ساينس ميا ويكسر هرجة ده أنا مرة بدأ سنة دي لبشو بدأ سبحان دي دنا وحكل معه وحلك مسوي ليس لكن حلك قدوب تري أشوف كأوجهها وحاد يتير القرآن كوحان كو تفسير مركز أوقاتيك إن إلهي هل كيسي أويا شيخ صيف علي دويسو أنا وحان ربا القرآن كإنا أوقاتي إنو حضركي أليهي مركة أو متايستو ما هي إنا سيئة من سيدة أباكالي وكوز ألينك إياد مانتين وحاوي وحايدن كسي دادع سن قرآن كو إنو يحضركي ألي أنا وحان ربا قرآن كو إنو سوء إنو ياسو حضركي ألي مركة وحان كادونا يا دبتا كل جيسنا يا ما أفسيري كرتا إلهي بلاغدا بدنا حكمدا بدنا عديقو أن قفكال كنجين أن قفكال إلهي أبويرين إلا إيه فسيرتو والعاديات ضبحا والنازعات غرقا والمرسلات عرفا والصابحات سبحا فالسابقات سبقا أظن لهم هبلايا وحيد إيه هبلا وحيد هدو يا هذا الإله واضحة عد وحديث فصلت صورة داس والعاديات بالآد فالموريات قدحا مع الغوضة فالموريات مركز لابتدنا عررتان وحبلين قال ابن القصير اختلف العلماء وحيد اسكو خلاف في تفسير هذا وحسو كلام ما عندي وحسو واحد جيت واتقني هذا الواضحة وإلهي قوية هدو يا هذا الإلهي قويري ما فسري كرتا وحن ما فسري كرتا محال جوضا نون هالحرف محال جوضا أمير القرآن ميشي كرتا مركز أقوى يسين يا واحد رياضين ومعجز وإعجاز أي كجرة مركز ما ضد نوع عاس سلي بكو خلصان أنكرا هالحرف أو نون أو أمير القرآن أما كاف يا مركز أقوى يسين واحد ليدي ومعجز وحن كرا مركز إنا كعرض دول وقت لهم يسيقون غنيسا إنا دي لقى دي تساينس دي قرآن دي دي قفكس دي وقيا حقائق علمية ساينس كسيد وقهر إماناي قرآن وقهر إماناي قفكس دي قرناي وعني كانت تصاريال ووين بانك marka taasi waa qodob qodobka kale ee aan wali ka jawaabi karin waxa kamida in quraish iyo quraanka qaabka wuxuu joogtameen ee quraanku wali uusan ka jawaabin illa ii hadda quraanka asaga soo aroorinayo illa ii hadda ma ka jawaabi kartaan midalan wali ibn mughira ninka leeyahay inuu fakar oo qadara marka laga sheekeynayo muxuu yiri khulaasadu gaar maxay in hada illa qawlul bashar waa hada bil aadan u dhahay waxa wuxuu kiri waa asaatiir u dhahay محاط مارة مرك كويسة تاني مرك أو جواب ويسين وحتى هذه العتلين بعد ذلك زنيم وعلى مدى حضلاتها إلهي مي أساس وهملية وعلى مدى حضلاتها وروحوا رينيو وحما عرفهم كسلوج وعلى مدى حضلاتها أبي الله بايل أنا واحد مدين محمد ومطفى من ويل يوم مرك سوري هذه هي ناك تعذبا تبت يدى أبي الله وتب ما إلهي ما ماشي أسكتشرا وقويس ملدقن مع الحاسكي وحيدا أفقل لقلي محقول معها وحان أنه قدروني إن إله وين أو عظيم أماشي ناكسو سارتي ilaahiyo kumanaan kun oo ilaaha jira kumana qasbani kan nabi maxamed inaan doorto laakiin waxaan rabaa ugu yaraan ilaaha iyo diintaas aad rabtid inaad noo sharaxdo inaad ku sharaxdid wax macquul ah oo qalbiga bini aadamku uu qaadan karo quraanka waxa ku jira waxaan la aqoonin wa tabacuu maa tatlu shayaatiin calaa mulki sulaymaan wamaa kafar haaruut iyo maaruut ma ii sheegi kartaa waxa laga wada ma ii sheegi kartaa baabil iyo waxa ka dhacay waxaas ma taqaanaa muxuu ahaa ninka la yiraahdo muuse iyo muuse saamir iyo marka laga sheekeynayo
يا ما كشي كين كرتا وحيا لا قرآن وكان له مجهول كأن لجرني ما كهذي كرتا كرسي سليمان سورة الصاد وحنا ما كنا كاتماري وحنا هنا برامجيو إن الشيخ قارتي شند في غطيل شند بقى واحد ما رأي شند عشان هذا مشتين هذا شند دقيقة عشان دقيقة هذا قادم دقيت بقول حد دونت شند بقى أوكله شاف كوس على دوما شنده والله بسم الله وحنفلي رزاق كل وحنفلي أنا صنو أركو سدني الضاد ما نغن كرتو وياه قفكو marka shay loo sheego ama shayga waa la buuxiyaa ama waa la qaata Abdirazaq wuxuu ku celcelinayaa waxa jirta xaqiiqo sayna soo quraanku xal xaqiiqo inuu keenay xal xaqiiqo oo ila haday noo keenay isagu inuu wax noo cabbiro mooyee sayniskana adigu ma taqaanid keliga kutubna kuma lihid risaaqo wax lagu qirsan yahay gaali iyo islaam ee ku qirtayna sayniska antay ma jirto kuway gaali iyo islaam baa u qireynay sayniska yeyna kutubta kulaayo kutub dudu jaamacadaha lagu dhigay ee laga yaabo inaad wax badan ka dhigatay hadaladoodii baan ku keen ma beerin kartid waxaan kuuri ama xaqiiqo ku hadal ama xaqiiqo qaad quraanku inuu hadalkii alle yahay xaqaaiq aqliyan kugu soo hadda doonso quraanka laftigiisa inuu kalaamkii alle yahay inaan kaaga keeno quraanka ku jirta waana buux wayna hadu min almushrikeen istajaraka faajiru hatta yasma'a kalaam allah thumma abliqhu ma'mana ilaa iyo quraanka isku sheegay la qotay hadalkayga ay dhageystaan haduu mid kumagan galay weydiisna magan galay hadalkayga oo maqlo hadalka alle nabigu wuxuu akhriyay quraanka waliid ibn mughira in hada waxa uu sheegay sanadiga xilada kale waliid ibn mughira markii quraanka ka jawaabi kari waayay waxa ku sheego qadar bilaadan iska yeeg markii hore waliid ibn mughira nabiga u tagay ee u dhageystay sallallahu alayhi wasallam nabiga markuu qoomkiisa u yimid wuxuu riday oo gurigiisu qor sadaqto tariiqo ku qoray wuxuu sheegay kalaamka gabayaaga waan aqaanaa muluugta waan aqaanaa faaliyaasha waan aqaanaa kan waan aqaanaa izza qabatay akhdatu izzatu bil ismi mansabkiisu u turay waa la jabiyey isagoo ka baqaysa uga baqasan waa la jabiyey ay waa la jabiyey uga baqo mar rasuulina hada ila qawlul bashar ma ku wax kale ku sheegay way marka qawlul bashar weeyaa la iskama yiraahday qawlul bashar cadeyn u yahay anuu no qowl allah iyo haye kalaam allah baan ku cadeeyay aqli baan ku qolmada sayniska ahaa iyagoo gaala ah soo dhashay adu islaam badal qaatay ka tagtay ku iyagoo gaala ah soo dhashay ayaa markii xaqaaiqdi quraanku sheegay ay ku gaareen cilmigoodi iyo aqliga allah sheegay ku gaareen ay quraanka dib u rumeyeen oo islaam ka qaateen intaas oo sayniska aan baa lahayaa maxaa kalifayna rumeyaan rumayntoodu macabas baa ciyaar bay isaga rumeeyeen oo iska yidhaahdeen marka waan rumayn mise waxay ka yaabeen bay arkeen maad marka waxyaalaha lagu sheegayo inaad fahamtaa fiican doodaa dad marba meel u carato wal caadiyati ma sheegi kartaa dabcan meel waa lagu sheegi karaa wala tafsiir in suur xaraf quraan ilaahay quraanka ku keeno nuun xamim ha iyo miim inay macna leeyihiin inuu alla gaalo tusa bala marka quraanka mutashaabiha iyo muxukumkiisa waxa la isla yimaadaa marka dadku isla ogilaa halka la yimaado culimada tafsiirta tiri kan waa mutashaabi kan waa allahu aclam bimuraadi ujeedadu ka jeeda allah og waxay tusinaysaa ijaas khalqiga ayaa fahmi kari waaye ama macnihi sheegi kari waaye wax ka baxsan caqligooduna waxaanay ogeynayaa kalaamullahi casa wajal marka carabu adiga kaa fitaansan carabida kaa taqaana luqadoodii uu ku soo degay baas ku kabkaban lahayd suurado oo buugaag yar malmaluuqan lahayd haddii qur'aanka ay la dhigi karayaan waxaan ku uri qur'aanku inuu hadalkii alli yahay waxaa qiray carabtii gaaladahayd qur'aanka ku soo degay waxaa qiray gaaladii ka dambeysay qaarkood iyagoon islaam ba ahayn baa qur'aanka markay maqleen ay la fajiceen Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu isagoon islaam ba ahayn baa waduur kitaab mastuur bu maqlay wuxuu kaada qalbi aan yatiir min carabu waxay qur'aan u xanay luqadii qur'aanku ku hadlay bulaya qalbigii inuu duulaa ku dhawaaday muslimna ma hayno baabta qalbigiisa gabi xoodi ka mid marka waxyaalaha aynu ka doodeynaa asbutil arsha thumma anqush
marka hore guriga dhisnay baan rinjiyay guri aan dhisnayn baad risaaq oo rabtay inaad rinjiyso rinjiga iyo dhismaha rinjiga horeeya seeska iyo labanka seeska horeeya jingada iyo gidaarka gidaarka horeeya marka hore quraanku inuu hadalkii Alle yahay suq ama waxa ku beeniso oo caqli oo rasmi oo laga qaato oo qoraal ah oo marji leh oo laga maqlo ana fahmi waayay dad caqligaagu adiga aanu gaari karin oo baaratay dadku ay ka cadal badan yihiin ardayda imtixaanka laga qaaday maadada fiisigiska macalinka dhiga 10 ka arday u dhiga 2 dhac 8 baa baasay ama 8 baa dhacay 2 baa baasay macnaheedu ma waxa weeye macalinka qaldan bisha faham koodi baa kala tagay oo midna waxa midna waxa fahmi way saas ka dhigay soo waan adkaan naga xira horta waxaan ku faraxsanahay muhiimadu meeshii aan rabay Sheikh Cabdiraxmaan wuu soo istaagay wuxuu yiri muxuu ahaa waa la fahmi waayuu yiri quraanka waa la fahmi waayay ugu yaraan qayb fiican waxaa laga wada way fahmi waayeen galabta isagu ma nagu saacidi karaa waxa laga wada bal inuu haddii gaalidii fahmi waayeen asagaa muslimiin uu noo sheego umalay maayo xaamiim waxa laga wado ma umaleynayo inuu noo sheegi karo nuun marka gaalada keliya moogtahay abubakar sidiiq ma fahmay cumar ma fahmay cusmaan 10 sannada loogu bishaariyay sheekha uma fahmeen waa maya marka maxay tahay xujada gaalada ku socoto oo ay saxaabadiina fahamsanayn taas macnaheedu waxa weeye waa waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala kulli waxa fahmi kara aqib quraanka
قف بني آدم أو حتى وحقري قانا قرآن كموسن قري وقت أنا ملينا صحاودي إنه يسكون مرمين إنه يسكون ابتودين حتى قرآن قاف الله قري قاف كل ديوان قلي معلومات كسر إنه قوة ريري قرآن كدليل كاستيساق عوطة لكن دليل شيء أمانة كريكتين هذا كل دليل قرآن معروف من دام سنة أو أنت سوسيالة لو أخرية وحوي حال معلومة أخرين كرة كراءة دولة بحرين قراءات كنا واحد وفقتين قرآن كإنه استلافة يهب آخر سكيسة معاني دي سيك وكوريتين محكم يمتشابه أولاب بحدين يسو بريناي ناسخ يمنسوخة أولاب بحدين حتى أنت معنينا أن نران قرآن كو اس بريناي تنافضة كده حي ناسخ يمنسوخ أياد أولاب بحدين وضبت عاو حكوك كيني كرا بخلال آيال قرآن كس بريناي لكن وحارت أين أترى واعس نسخين hadaan ku jiraa quraanku xubtiisa macluumaadkiisu ma dhameystirna waxaad leedahay waxa dhameystiraya xadiiska dhameystiraya marka waxaan u baahnaa lahayn dooduna inay waqtiyaala kala ay qaadato oo si fiican mawaadiicda qaar kood loo galo aanana ku mashquulin hebelaa wuxuu yiri isayni hebelaa wuxuu yiri aniga sayni wax weeyaan horta waxa runtii aan aad iyo aad ugu xumahay rasaaq inuu caqligiisa ka dhigayo asalka caqliga rasaaq asal maaha waayo rasaaq maaha dadka kii ugu caqliga badnaa maaha qaar ka caqli badan oo kutubtay qoreen iyo bugtay qoreen gaana u qirtay inay dadka adduunyada ugu caqliga badan leh ayaa waxaan tilmaamay qur-aanka beeni kari waay adnama beeni kartii rasaaqo kufrigu sidiisaba gaalnimadu waa mowqif shakhsiyadeed ee maaha u caqliga haddaad igu diinta ka baday nafsiyadaada ayaad garan weydo fahmi weyday maaha wax caqli saxa aad ku keentay diinka buy taasoo qad warta qabso qur-aanguna wuxuu inoo sugay asaaska iyo seeska baadidu horta waa isla weyni فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا إلا إبا شاقي قفكوا أدو إسكبريو حق دون نقوهيو إنو آياتي سكبل لحنينو فهم سيناي تاسوا تاس وحا سؤالي قاح وح كسلو الدنيا دا كوركي دا يالا ميالا فهنا وح كسلو الدنيا دا كوركي دا يالا بقصب دا إلا فهنا في نشانة دا آمي سنتا وحا ينو شاقي وحا يلا يفهمي كرو ilaa fahmi karo weyn jirto nuun iyo xamiim waa qur-aankii alle allah wuxuu inoogu muujinayaa awooddiisu inoogu muujinay wuxuu ku cajsi gelinayaa makhluuqan isla weyn ee su-aalka wax walbaynu garanay weliba waqtigaa jiray aftaanimadu ay jirtay sideedabana qur-aanku waxa weeyaan waxaa laba nooc ayaa cilmigu yidhahdeen ayaa loo fahnaa macnaha waxyi alla uu cidku sucid uu doono kusoo dejiyo iyo barasho haddaanad baranba والعاديات طبعا معناها اذا بانت برانا وانت ايجن وحا ما فهمي كاريسي وهي برشا بانت وحا نكوتو سيا قرآن كوينو سحي هاي عيد آليكا كاهو الرئيسي هو قلب ترين آني ترين با شان عدل الابرنا هان الى اوغس فورد ووحي هلين كتاب قرآن كاهو الانجريس وكسو قاطي قلولكي وقميسين شنو وقت ديوحي لابد يوين علمي ذا وحي قاني لابد يكون شيء تمنكي مركي كتاب كي لقري اي سو قاضين oo khad ku qornaa baa waxay ku eegeen qalabka la yiraahdo carbofodin wuxuu soo saaray qalabkaasna waxa la isla wada ogoliyay oo aadna aad garanaysaa haddii lagu shay kasto lagu eego inuu sheego xilligii uu yahay shaygaas haddii la falafa lagu eego xilligii la falaasay baa waxay wadamada joogtaan ayaa aaminsan marka carbofodinka aad aaminsan tihiin ayay jaamacadda Oxford iyo Birmingham-ba ku eegeen waxa uu soo saaray qalabkaas 1307 sano ka hor in qur-aanka la qoray 1307 sano ka hor in la qoray dabeetana waxay barbar dhigeen 2015 madbacadii la daabacay ee kitaabka qur-aanka ka mid ah boqolkiiba boqol aayadu waliba halkii kaga taalay ka kala gadaa boqolkiiba boqol way iswaafaqeen waxa hoggaaminayay baaritaanka professor Thomas waxay soo saareen kitaabka qur-aanka inuu yahay arlada korkeeda kitaabka yaalla kugu kutubta arada korkeed ku saxsan yahay waa jaamacadda Birmingham waa cilmi adduunka ay soo bandhigay wax la qarinayo maaha wax la qarinayo maaha waad eegi kartaa dib baad u baari kartaa marka taasi waxay sheegeen marka kitaab 1307 sano ka hor la qoray oo 2015 dibkii loo qoray was waafaqay inaanay dhiciba karin inuu yahay kitaabka ugu saxan adduunyada kitaab wax arlada korkeeda yaalla kugu saxan yahay kitaab kastoo laba dabacadood isku xiga la dabaca
منقح يا مزيد بالغا طبعا منقح ومزيده واذكر دكتوره وطبعا دي بلو فرسمي وحنا لقى صاري وحنا لقى طريق هذا والقران كا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كن يفر بقول يدور تمسنك اقرت سنك وقري تودي لكن هذا سكلا ويراهدو بحاجه مارك محوها واحنا يراهدو مخطوطات ودك مسلمين تايبي قانان اما في القري لقد الصومالي قالوا يراهدو مخطوطات كي اوغوريي او تاريخ دو اي هشي او قران كوسافسن مخطوطات صنعاء ليراهدا وقرنيي 7 هجرده قرنيي 7 ميلادي محوها ها قرنيي 7 وي مركا ما جيرتو محوها وحا عاد هدا كهلي سيد ادربتيد ان خلي غاس اونيسبيسيت horta majiro maqtuutaad kaasa ugu maarad maqtuutaad sanca waliba qofka baaxiska ku ah ee mowduucaas aad iyo aad ugu tafanunay oo takhasuska iska ay tahay aad iyo aad loo isticmaalo hadda YouTube-ka ka fiiriso aad ka fiiriso muxuu hameelo badan ka fiiriso aad ku arki kartaa shaqada sharaxaad fara badan oo sameynayo waxaan isla joognaa isku wadaan joognaa isku magaala deganahay waan kulanay waan la sheekaystay muxuu ahaa ninkaas si fiican ayaan xuq fiican xitaa uga qaatay een wuxuuna kamid yahay dadka maanta ugu waaweyn ee loo celiyo takhasuska maqtuutaadka taas waa qodob laakiin adiga mid kale rabaa inaan ku sheego horta kitaabka quraanka ah waa waxa leeyahay inaan xamaasalna dhigro weyna la wada xaafidoon illa hadda lama hayo xifdiga noocaas oo jeebtaan oo aad jeebtaan ma hayno tusaale ahaan bukhari iyo muslim iyo tirmidhi iyo bayhaqi ibn daawud iyo intaas oo idin waxa ku qoran hadalka haddii weydiinaysa aksigeeda wala yaabana sababta ay weydiisay ruuha quraanka saxaabada isku tilaafeen xaqti ma quraana suuradahani ma samaaha iyaga isku haysteen rabbinaas iyo rabbil falaq ma quraana ma sawaaduu iyaga isku haysteen ruuha en suuradan waxay la ekeed suuratul baqara ay suuratul ahzaab la ekeed todobaatni saddex aayadooda ka taala waa doodoodi aisha ayaa waxay lahayd maratay waxa cuntay arigu guri joog ayaa cuntay sariirteeda hoosteeda quraan ayaa maqan shan iyo tobankii nuugmada ee la isku nasaxay ee nabigu ka dhintay wuxuuna fiima yutla min alquraan ayuu quraanka kamid ah markii aisha la weydiiyo ay aishay laa tii hore walaa tii dambe midna ma hayne waxay tiri waxa raacuntay waxa aad ii sheegay samaxay tahay
الإتقان في علوم القرآن وسيوطي وحاكسوغن إنه ليه حتى مركي قرآن كان لقري لو كان إنك لو يقان عثمان من عفان لو كان وحا لو كان يدوق الغلدن مركزو إسكد داية عرب سوماها ستقيم أيضا عرب كذا ستعربها في اللسانها أيضا عرب كذا قصي وحي قلدن قصي حدوانتين بيل كستاوحي إلا وحا رير هدوي إيو رير بني فلان أيها هاي سوماها قرآن كواحد سيدو لو قري سبع تدبض حرب وكسو دي قرآن تدبع حرف القرآن كسو دقي انحراف قوين اتركتين هذا قوين كرتو سن صحيحين القرآن تدبع حرف أي قرآن كسو دقي تدبع حرف أبو عثمان بن عفان ليح كمدو كتخلصي معناتها انحراف قوين حال حرف بس وصور ريبه مركي اللي عثمان وقرآن كقل ذا كجرنا سكدافو هاي مارك محوها واح مشكلة ما لها محوها إلا عربي عرب كده تسيح دونتين لقوم نصيح إلى يومنا هذا قرآن حق بلاغة وخلط حق النحوان وخلط حق وحاس عمان وخلط سوفتي تعمرك الأخرين يسيب والأركي كرتا تقديمة كتري تأخيرة كتري وحا لقوة الهبل وحا سيد الله أسطره وأسلفة همثلنا يعني عرب 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 محوها ضد كالبيت شوي ضد هذا هايين أو أي كجو أن هذه القرآن كأوية كلام كي على سيدا ما أنت أنا جبنا وجو أنت هاي إنه قاتل لكن وين ستراد حتى على نظر دي وأن وحن كحس وشكرنا أو القرآن كونس وجري عيدا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنن بها وحي كل أرتين هذه النت ما ذي وح جساهي وح عن كذا كرنا وان كذا نينا وكيل وين محمد وحير على اللهم إن كان هذا من الصلاة. هذا يا وحى وحكم آه ما يحان وسودتي معناه وحكم ذين صورت قلما وحى هودتي. مركا وحى الشيخ عبد الرحمن هو إسلام قمنانته آه بدنا عنا عن صمينا ما هو حصعنا عليه. لا مخطوطة لا ننهين ولا بخاري مسلم أن ننهين فرقولي قولي ولا قرآن كان لهين ولا بني آدم علي معلومات كسوحة ودي بقول على وقتها تراث كإسلامي جاي كبر عن قال إذا كنا سودولين ما قرتي سفي عن وآخر سفي عن ودول استاد بل أنت كلي أحاديث قصة من القرآن كم مرة كي كل شيء يحب كل لودي وين قلي يسلس حوال أسبوع خلافين ما كي القرآن كي كل شيء من مصري قولي الله بقى عايز ولا صعدة قولي أنا الله بس عايز بس عن هالشيء أو إذا حاول يعيد ما نعيان تقال كي معركة اليمن معركة اليمامة ما نعيان سيرنا تدابين كل لودي وحب قري كتاب برمجام جامعات برمجام يوسف فلو حقوه فقي أما هذا الكود صقري جريدة الجارديان وتقانه الجارديان لبي لباتن كي جولاي لبده كشري تمكي الجزيرة لبي لباتن كي جولاي شني لبده كشري تمكي نيويورك تايمز شد هلا لباتن كي جولاي لبده كشري تمكي بيشكتي بي بي سي نيوز وحسيه دي سيادة كا لبي لباتن كي جولاي لبده كشري تمكي إن تبغ كل نقاط وبسيدة هذا كل جيبوا إيه هذا الكلام كله حرف كله كتب دليل هاي الكلام ففدي على دبر شو منه وكلية أيام بقى كتاب قرآن شيخ وحنوش يجي كتاب قرآن كأه وكل يصدح بظل يتضبط سنة كهر له عليه لكن أنا وحنو جاي ورقة كلية من شكل اثنين من دب اثنين بس ما كان أنا بقولي مرك معلومات النوع عاصل كل شيخ وحنوش دياريو هذي هذا ما تسمى هذي هذا ما تسمى كتاب قرآن ما يستوى حكوا صادر يا برتا يلو كتير نوع أحمد يرانا مسوي وحاتودي كرتان كومنت يا وصادين كرتان في عندك كرتان أنا أصاب كومنت وصادين
waxaan dhigi doonaa waxaa ii soo dirtay qaab commenty a youtube-ka iyo bartan facebookmaantahay dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay doodan aad iyo aadka u qiimaha badan labada ustaad sheekh cabdiraxmaan maxamed cali sheekh cabdiraxmaan deere iyo ustaad rasaaq macalin axmed dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo dadka kasoo qayb galay doodan.